في إطار أنشطتها الاجتماعية والإنسانية، قامت وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة السيدة أمينة بريسيل لونغو بجولة تفقدية لبعض المناطق. فبداية التقت الوزيرة مع رئيس المعاقين بحي عطرون. عديل أن فرحانين بالزيادة. الفرح هنا ده في شنو؟ في الزيارة هنا أنا مينيستر هنا الجات لنا. العرب بيقول لك الفكرك ما هجرك. أما في المحطة الثانية، توقفت الوزيرة على بعض منازل المتضررين من غزارة الأمطار بحي والية، وبعد تأسفها لهذه الحالة قدمت الوزيرة لهم مساعدات رمزية. كما زارت كل من الوزيرة والوفد المرافق لها إلى العديد من المناطق المنكوبة بالدائرة السابعة، وحين وقوفها في أحد الممرات العامة التي حالت الفيضانات بصعوبة الحياة المعيشية بين سكان حي حبينا، تحدثت الوزيرة عن أهم أهداف جولتها. ما ندور نقعد في بيرو هجنا وفي بيوتنا عشان أخواننا يالنا أماتنا جاية تابو ألمي ده شغل سؤالنا للسبب دونك ندور نور لهم أكما كلها وقاي مام دونك اسا مرقنا ده شفنا اوين شفنا يالات وشفنا بيرسون انتيكابي كولا والناس ده عندهم مورال الناس ده عندهم اسبوار في دونك انينا كنا شفنا دخلنا ما في الم نخصو شغل هم كلها جاي يخصو اخر نمشي نقدر نحجو نسولهم بليدواي الناس يسمو كلام ده. هذا ويشار إلى أن جولة وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بريسيل ستتواصل حتى تشمل جميع المناطق المنكوبة، ومن خلال ذلك سيتم إعداد تقرير مفصل يستوجب به الدعم من قبل الشركاء الأساسيين للبلاد لإنغاز أولئك المنكوبين في المياه.